السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وداري مع هيديوم. ان شاء الله نقترح عليكم ملوي او ملاوي كيجي صراحه زوين بزاف لذيذ وبنين وصحي. انا متاكده انه غادي يعجبكم ويعجب افراد الاسره ديالكم لانه فعلا كيستحق التجربه. هندوزو بسم الله على بركه الله. مكونات العجين عندي هنايا تقريبا قد الفورس قد القمح سبيسيال اللي هو السميد الناعم، قريصة صغيرة بزاف ديال الخميرة، خميرة حبيبات يمكن لكم تستعملوا خميرة الحلويات، معلقة ديال السكر ودائما كتبقى على حسب الذوق ممكن لكم تستعملوها ولا، وحتى الملحة كنستعملوا ديك المعلقة ديال السكر فقط باش كتعطينا هكا اللون اللي كيكون موحد وكيجي هكا المسمن ديالنا او الملاوي كيجي هكا احمر، وكنديروها في جميع المعجنات. وبالنسبه للدقيق كنحاول انني كندير قد يعني قد الفينو قد الفورس كنجمعهم غير بالمدافي، نحاول انني نعجنهم هكا مزيان. اللي بغى يعجن بالعجانه يعجن، اللي بغى يعجن بيديه، المساله كتبقى اختياريه ليكم. صافي نحاول انني نجمع العجينه ديالي وندلكها واحد شويه، يعني انا عندكم الوقت يمكن لكم تخليوها كترتاح بدون انكم تدلكوها وديروها في بلاستيكه كيف ما درتها انا، خليتها غير واحد نصف ساعه يعني تلقات راسها بلا ما دلكتها وخديت فيها بزاف ديال الجهد. واللي بغيت العجينه يديرها يعني ماشي مشكل. صافي هنا حاولت ندلكها واحد شويه، ومن بعد ناخذ بلاستيكه نحاول ندهن العجين بالزيت تماما ونديرها في واحد البلاستيكه ونسد عليها مزيان باش ما كيدخلش ليها هكا الهواء. كل ما العجين ديالنا ما تخليهاش الهواء كل ما كتجينا هكا رطبه وكتجي صراحه زوينه وكتبان لينا راسها الراسه. يعني خليتها نصف ساعه فقط، اللي بغى يخليها اكثر اللي بغى يخلي العجين تبات ماشي مشكل، كل ما خدت الوقت المهم العجين المسمن كل ما خدت الوقت كل ما كتعطينا شي اللي كتكون زوينه. ندهنها بالقليل من الزيت ونديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح حتى ندوزو ان شاء الله نحضروا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه جد سهله صراحه، حشوه اللي لذيذه بزاف غادي تعجبكم. هنا عندي البصله خضر يعني داك الاوراق ديال البصله اللي شحال الناس يعني كيلوحوهم صراحه بزاف يعني كيستافدوا من القيمه الغذائيه ديالهم. كنحاول انني كنقيهم مزيان، ناخذ دوك الاوراق ديالهم وكنقطعهم، كل ما قطعناهم هكا رقاقين بزاف يعني كنحاول انني كنقطعهم رقاق بعد ما كنغسلوهم اكيد، كل ما كيكون من الاحسن يعني كيعطيو مذاق اللي كيكون زوين بزاف وكيجيو صراحه لذاذين. اللي عندها الهشوار اللي كيقطع هكا الخضار تقطعهم يعني ماشي مشكل. من بعد انا حاولت انني نديرهم نيت في القطعه اللي كتفرم لينا هكا الخضار، من الاحسن باش كيجيو مقطعين مزيان، لانه واخا قطعتهم هكا بسكين بقاو هكا غلاضين باش ما تيقطعوش الا المسمن. هنا عندي انا الخليع متوفر ليا، الخليع استعملته، اللي ما عندهاش الخليع يمكن لها تعوض هذا الخليع غير بالشحمه، يعني ماشي ضروري يكون هكا عندكم الخليع. الخليع صراحه كيكون بنين اكثر كيعطي مذاق زوين بدون ان ما نضيفو كاع التوابل. اللي عندها غير الشحمه ماشي مشكل، تستعمل الشحمه تحكها او تذوبها، تستعمل الكميه اللي بغات وتضيف شويه ديال التوابل اللي كتفضل. من الاحسن تكون تستعمل الفلفل الاحمر التحميره، تستعمل شويه ديال الكمون شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم سكينجبير، يعني شويه شويه من كل حاجه الا التحميره هكا اللي كنضيفو شويه بزيت باش كيجينا هكا الملويات ديالنا كيجيو حمرين. يعني بالنسبه لي انا ما ضفت التوابل لان عندي الخليع هكا متبل وصراحه بنين بزاف كيكون اللذيذ هكا وكيكون فيه طريفات ديال اللحم، يعني كنديروه دائما من العيد للعيد وكيبقى ما شاء الله الخليع واحد المده كتكون هكا طويله. صافي بعد ما العجين ديالي ارتاحت حاولت اني ناخذها نقرصها كويرات ونخلي الكويرات ديالي كيرتاحوا، كنبدا بسم الله على بركه الله نشكل في الملوي. يعني الملوي حاجه اللي بسيطه، نحاول انني ناخذ كره نبسطها مزيان، يعني اسهل طريقه ديال الملوي هي هذه، اسهل طريقه واسرع طريقه صراحه. يعني كتحضروا الملوي في رمشه عين، كنحاول انني كنبسط العجين مزيان وكندير الحشوه، كنحاول انني كنوزع ديك الحشوه. بالنسبه للحشوه درت واحد شويه ديال الملحه لان عندنا الخليع مالح يعني ما كنكتروش بزاف،
وكندير شويه ديال الحشوه. حشوه صراحه دي ساهله ولذيذه بزاف. نحاول انني كنوزع هكا وكنطوي ملويه بحال مسمنه تماما، يعني سهله سهله جدا، خصوصا اللي خليتو العجين ترتاح مزيان يعني كتخدم معكم بكل سهوله. صافي نطوي هكا بحال مسمنه. وبالنسبه للملوي كنبقى كنطوي هكا يعني ما كندورش نهائيا، وملي كندورو ما كنزيروش باش كيجينا الملوي ديالنا يعني كيجي مفروق وكيجي رطب. بعد ما كملتهم نخليهم يرتاحوا حتى كيبقاو اخر حاجه، من بعد كندوز كنقرصهم هكا على شكل ملويات. بالنسبه للحشوه يعني الا قللتوا الحشوه اكيد ما كتخرجش، لكثرتوها كتخرج لكم. انا صراحه استعملت الحشوه بزاف، كيعجبنا صراحه هذا النوع هكا ديال الملوي اللي كيكون هكا معمر بالبصله، يعني كنحاول انني كنكثر فيه الحشوه، كتجي الحشوه كثيره بزاف. ولا قللتوا الحشوه اكيد ما كتخرجش لكم نهائيا. صافي نحاول انني كنقرصهم ونخليهم كذلك يرتاحوا 5 دقائق، وكندوزو كنطيبوهم عادي بحال شكل المسمن. هنا خديت واحد المعلقه ديال التحميره الفلفل الاحمر مع شويه ديال الزيت، هو باش غادي نبقى نورق باش هكا كيجيو حميمرين وما كيبقاوش لينا بيضين نهائيا. واخا اننا استعملنا السكر في الاول، راه داك السكر يعني كيعطيه اللون الاحمر كما لاحظتوا، كيجي صراحه مورق هنا دائما الملوي، ما كنكرصوش نهائيا بالكف ديالنا باش ما كيدقس ليناش، كنكرصوه بالصبع غير المسمن. المسمن ما كنكرصوش بالصبع، كنكرصوه بالكف، لان المسمن اللي كرصناه بالصبع كيبقاو لينا الصبع مرسومين في المسمنه. صافي كيف ما لاحظتوا هكا كنكرص الملويه ديالي مزيان، وكنحاول انني كنكرص من الجناب باش ما كيبقاوش معجنين. وكيف ما لاحظتوا دار لي فقاعات، هذا دليل ان الملوي ديالنا ناجح وداخل له الهواء، لهذا غادي يجينا ان شاء الله منفوخ وغيتنفخ لينا وغادي يجينا مورق وخا ما فيه لا زبده لا حتى حاجه. صافي غادي ندير المقله هنا حتى كتسخن مزيان، وتنحط الملويه ديالي غير تقريبا واحد رمشه عين نقلبها هكا باش كيتنفخ لينا وكيجي منفوخ. يعني غير كنحطوها ونحاولوا ان نقربوا نقلبوها بسرعه. صافي كيف ما لاحظتوا هكا دائما الملوي كنبقى ندير ليه هاد الحركات، يعني كندورو ونديه ونجيبو في المقله باش كيجينا محمر من الجناب وكيجي محمر تحميره وحده، يعني ما كنديرو لا ستاتوي لا والو باش ما كنحاولو اننا نخلوه يتنفخ وما يجيناش مدقس. دائما غير بيدينا وبالكف ديال ايدينا وبشي اداه هكا نحاولو اننا نديرو هاد الحركات هكا باش كتجي التحميره وحده وكيجي محمر، كتجي دايره فيه التحميره وكيجي صراحه طايب على خاطر. بالنسبه دائما النار كتكون متوسطه ما كتكونش نهائيا مرتفعه باش ما كيتحمر ليناش غير من الفوق ومن التحت يبقى عجينه، وما كيجيش نهائيا العفو النار تكون ناقصه باش ما كيقطح ليناش ويجينا مقرمش وشي كيتجبد معانا. صراحة هاد الملوي جا لذيذ بزاف بنين، رغم ان عائلتي يعني طلباتو لي الغد ليه، ان صراحة كيجي لذيذ زوين بزاف وتحتفظو بيه حتى في المجمد، يعني طيبو هكا غير نص طيبة نديرو في بلاستيك غدا ونحتفظو بيه المجمد كل ما بغينا هكا نجبدو منه. صراحة كيصلح بزاف لمائدة الافطار الايام العادية هكا مع بريد ديال اتاي او قهوة، المهم كتبقى مسألة اختيارية ليكم. انا فعلا كنفضلو مع اتاي خصوصا الحوايج اللي كيكونو هكا مالحين، وراه كيجي صراحه زوين وكيجي بنين وما كنبقاش نهائيا، خصوصا هاد الملاوي او المسمن اللي كنديروا الشحمه ما تبقاوش نهائيا انكم هكا ديروا الزيت، يعني كيطيب ديك الشحمه بعد ما كتذوب. ودائما ملي كنبغيو ناكلوه ما كناكلوش نهائيا بارد، بل كناكلو سخون او دافي هكا بالشحمه ما كضرناش نهائيا. صافي كنبقى مستمره كنحيد الاولى ونبقى مستمره هكا حتى كنكمل، يعني الطياب عادي ودائما الطياب كونوا حريصين، لان الطياب الملوي هو اللي كيخليه يجي هكا ناجح. كنبقى غير رمشه العين نقلب، ومن بعد كنبقى ندي المسمنه ونجيبها حتى كيجينا هكا محمر تحميره وحده، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي صراحه زوين بزاف وكيجي لذيذ 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 لذيذ، كيجي مقرمش وكيجي صراحه مورق. دائما الحشوه كتبقى مساله اختيار لكم تكثروها او تقلوها على حسب المتوفر لكم، اكيد اللي عندكم الخليه جربوا راه كيجي صراحه زوين وكيجي لذيذ. اللي ما متوفر ليهاش وبغات تاخذوا، راه الناس اللي كيبيعوا هكا
الزيتون اكيد راه كاين عندهم كيبيعوا حتى هو بالعبار، يمكن لكم تاخذوا واحد الكميه قليله وتجربوا بها المسمن، راه كيجي صراحه واروع. نتمنى انكم تجربوا وتخليوا لي لايك ديالكم وتعاليقكم، تشاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء. خليتكم على خير، خليت لكم الراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه، تحياتي لكم، شكرا مشاهده.